أهلا بيكم. إحنا لنا في كل مجموعة حلقات جديدة واقفة مع العناكب، والعناكب الحقيقة دولة كبيرة قوي لا تكفيها حلقة ولا ألف حلقة، والكلام فيها ما ينتهيش. العنكبوت حيوان قديم قديم، عمره منذ النشأة 400 مليون سنة، يعني ممتد في التاريخ 400 ضعف قد امتداد الإنسان. إنسان عمره مليون بس. والعنكبوت في المملكة الحيوانية ما بيعتبرش حشرة، لكن بيصنف مع العقارب بحكم تقسيم جسمه ورجليه، عدد رجليه. العنكبوت له 8 رجلين، الحشرات 6 رجلين. ثم الحقيقة رجلين العناكب غريبة جدا، لأنها بتأدي وظائف كتيرة خالص. يعني رجلين العناكب هي أعضاء تلقيح، وفي نفس الوقت أعضاء لمس وشم وسمع وحركة وتسلق. أعضاء سمع، العنكبوت يسمع برجليه. إزاي؟ على أرجل العنكبوت 100 مليون شعيرة. الشعيرات دي تهتز ترتجف لأقل ذبذبة صوتية، فبالطريقة دي بيسمع برجليه، يشم برجليه، يلمس عن طريق الشعيرات دي برجليه، بالإضافة إلى الحركة، ثم زي ما قلنا أعضاء تلقيح. أيضا من علامات شيخوخة العنكبوت سقوط شعر رجليه، رجليه تصلع. وفي العنكبوت زي ما احنا عارفين جهاز غزل، في مغزل في مؤخرة البطن، في 50,000 بكرة غزل في مساحة ملي، 50,000 بكرة في مساحة ملي متر واحد. والمغزل ده بيغزل عدة أنواع من الخيوط من سمك ونوعيات مختلفة. في خيوط لبناء البيت، وخيوط للقفز والطيران، وخيوط لتكتيف الفريسة، وخيوط إنذار، وخيوط دخول، وخيوط خروج، نوعيات مختلفة كل نوع شكل. وبرضو في خيوط لصناعة سلة البيض. في جنينة نص فدان ممكن نلاقي مليون عنكبوت من عشرات الأجناس. الغريبة في العنكبوت انك تلاقي فيه جميع الرذائل والسلوكيات المنحطة. هو حيوان سافل، هو فرانكشتين الحشرات ودراكيولا وريا وسكينة، وكل جميع الرذائل تلاقيها في العنكبوت. تلاقي الزوجة تاكل زوجها بعد التلقيح، والأم تاكل ولادها إذا ما هربوش بعد الفأس مباشرة، والأخ يأكل أخوه، والولاد يأكلوا بعض، وأي ضيف يخش البيت بيت العنكبوت يتاكل مع الشكر. وشفنا في حلقة ذكر العنكبوت بيقدم مهر لعروسه عبارة عن حشرة ملفوفة عشان تتلهي وتاكلها أثناء الدخلة وتسيبه في حاله. وطبعا الذكر المحظوظ اللي له عمر هو اللي برطع بعد التلقيح، ياخد دلف اسنانه ويقلع وما يرجعش البيت الهنا تاني ابدا. الغدر، الوقيعة، التآمر، العدوان، القتل، كل الرذائل اللي تصوروها تلاقوها في العنكبوت ده، بالإضافة إلى إن أحيانا يبقى في عنكبوت حرامي، حيوان سنكوح عايش على قفا غيره، يتسلل إلى أعشاش العناكب اللي حواليه ويلطش اللي يلاقيه ويجري. بعكس حشرة زي النحلة تلاقيها مجمع فضائل، كل السلوكيات الرأية الحلوة تلاقيها في النحلة. حشرة اجتماعية تعاونية، تعطي وتعطي وتعطي بسخاء، حياتها كلها دأب وتضحية وكفاح في نظام ملكي صارم، الطاعة فيه مطلقة. ثم في توزيع عمل غريب والتزام، وأحيانا تشوف 3 نحلات بيتقاسموا الرحيق، بق واحدة بق التانية يقسموا الرحيق مع بعض، منظر جميل. نفس الحكاية تلاقيها برضو في الزنابير وفي النمل وفي حشرات الترمايت، تلاقي أعشاش ضخمة وبيوت كبيرة وفيها نظام وفيها دستور مطبق
بالحرف. بعكس حشرة العنكبوت العجيبة، أولا ما فيش حاجة اسمها مجتمعات عنكبوتية. العنكبوت حيوان فردي، حياته كلها زي حكاية وكر عصابة، يعني مثلا عامل وكر، عامل جب، عامل كهف قاعد فيه وعمال يقتل اللي يعدي ويقتل بعضه، وحاجة يعني ما فيش حاجة اسمها مجتمع عنكبوت ولا دستور عندهم. يعني هو تقريبا حياة العنكبوت خرق لجميع النظم. عجيبة الواحد لما بيتأمل في اختلاف الطبائع والسلوكيات، يعني دي تكاد تكون الحشرات هنا نفوس متفاضلة. لما نقرأ في القرآن: ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. إشارة هنا إلى الدواب بمختلف أنواعها ومنها الحشرات طبعا، إلى أنها أمم، ومش بس أمم، أمم أمثالكم، في نوع من المثلية بيننا وبينهم. أمم أمثالكم، بنشوف النملة بتتكلم، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. النملة عرفت سليمان وعرفت اسمه، أو الهدهد لما بيقول: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ثم الهدهد يصف ربنا سبحانه وتعالى فيقول: الله الذي يعلم الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ده إيه ده؟ ده كلام نفس عليمة عندها فقه، ده واخد دكتوراه شريعة. الحقيقة الواحد بيقف يعني بيحتار. طبعا في شواهد تدل على الكلام ده بدليل التفاضل في الأخلاقيات بين أمة وأمة من الحشرات بشكل يعني اللي شفناه بين نحلة وبين عنكبوت مثلا، ثم اللي شفناه في حلقات كثيرة سابقة من تصرفات تدل على منتهى الحكمة ومنتهى العقل ومنتهى التخطيط ومنتهى الرسم، يعني مسائل. إنما الواحد يقعد يفكر يقول يعني في نفوس عالمة ربنا خلقها على شكل حشرات، في نفوس مؤمنة متفقهة في الدين ربنا خلقها على شكل الطيور. شيء غريب في ظاهر الأمر. الحشرات في ظاهرها تبدو أنها شيء مهين لا بدون قيمة، الواحد يدوس على حشرة يموتها، إيه الحشرة؟ لكن يبدو أن في باطن الأمر الحكاية مختلفة، وفي أسرار مستورة ومحجوبة. ثم الإشارة الأخرى إنهم يحشرون إلى ربهم يحشرون، دي حكاية كبيرة ومش عاوزين نتوه ومش عاوزين نفقد عقولنا. نشوف الفيلم الأول ونتفرج على السلوكيات العجيبة دي، وبعدين نكمل كلام في هذه الأسرار. هنا العنكبوت الغزال العظيم، شايفين له 8 رجلين 4 و4، وتقسيمة جسمه غير تقسيمة الحشرات، عشان كده هو يصنف مع العقارب. شوف عينيه، عدسات العينين، شوف العينين، شوف الرجلين والفكوك، شوف الرجلين هنا بالكلوز عدسة بنكبرها. قلنا الرجلين خطيرة جدا بالنسبة للعناكب لأن هي أعضاء تلقيح ولمس وسمع وشم وحركة وتسلق، وأنها عليها شعيرات 100 مليون شعيرة، هي دي الشعيرات باينة هي على الرجلين، وعن طريق هذه الشعيرات العنكبوت بيسمع برجليه ويشم برجليه. وعلامات الشيخوخة هي سقوط شعر الرجلين، فيبقى العنكبوت لا يشم ولا يسمع، فيبقى قرب يموت. وفي مملكة العناكب نجد كل الأنواع اللي ممكن تخطر على الباب، قلنا في نص فدان نلاقي عشرات الأنواع من العناكب، مليون عنكبوت. شوفوا رجلين العنكبوت،
الفكوك السامة اللي قدام دي، ده المغزل اللي حكينا عنه، مغزل في مؤخرة البطن، 50,000 بكرة، 50,000 بكرة غزل في مساحة مليمتر واحد. شيء عجيب، كل واحدة من دول بكرة. قلنا إن المغزل ده بيطلع عدة نوعيات من الخيوط الغزل بسمك مختلف وتركيب وجدل مختلف عشان الوظائف المختلفة للخيوط، خيوط بناء البيت وخيوط القفز والطيران وخيوط تسلق وخيوط تكتيف الفريسة وخيوط صناعة سلة البيض. هنا هنشوف الخيوط الطيران اهو، ده دي خيوط طيران بيطير عليها زي تمام بهلوان السرك. الغدة تفرز سائل والسائل يتجمد بيبقى خيط. دي هي خيوط الطيران، شوف الطير بيطير عليها ازاي. بيرمي الخيط في الهواء يشبك في اي حاجة وبعد كده زي الطرزان يروح طاير. دي خيوط بناء البيت، ونشوف عملية البناء ازاي بتبتدي بانه يعمل هيكل قطري وبعدين يبتدي يعمل الهيكل الدائري. هنشوفها بكاميرا بطيئة شوية أكتر عشان نشوف عملية البناء وخطواتها. ده الغزال العظيم، شوف قد إيه. الأول يبتدي يبني الخيوط القطرية كلها طالعة من المركز، يحدد مركز ومن المركز ده يبتدي يعمل أنصاف قطر. يعمل أنصاف قطر كل مرة يروح المركز ويعمل خيط جديد. كل مرة يعمل خيط جديد طالع من المركز للأطراف، وبعدين يبتدي يعمل بقى الخيوط المحيطية. يعني شغلانة هندسية، طب مين علمه الحكاية دي؟ مش ممكن أبدا يعملها بالعكس، مش ممكن يبتدي يعمل الخيوط المحيط وبعدين يعمل خيوط القطر. لازم بالطريقة اللي عملها، لازم هيبتدي زي ما ابتدى، يبتدي الأول بالخيوط القطرية وبعدين يعمل الخيوط المحيطية. يعني دي مسألة، طب مين يعني هندسة دي؟ الهندسة فيها جمال وتنويع، وكل فصيلة عناكب لها عش خاص بيها ولها غزل خاص بيها وشكل بيت خاص بيها. عملية فيها دأب وبيته هو مصيدته، هو الوكر بتاعه، هو الجب اللي بيصطاد فيه. نوع من العناكب غاوي يبني ويهد، فبعد ما يبني البيت ويسكن فيه يومين ثلاثة يرجع يهده زي ما احنا شايفين وياكله، ياكل البيت وبعدين يرجع يبني بيت من جديد. هشوفه بياكل البيت ازاي، حاجة ظريفة قوي ان الواحد ممكن ياكل الشقة ويرجع يبنيها تاني، حاجة غريبة قوي. هياكل اوضه النوم مثلا وبعدين ياكل المطبخ وبعدين ياكل اوضه الجلوس وبعدين يرجع يبني بقى تاني. بساطه غريبه جدا. خلص على البيت خلاص، يرجع تاني يغزل من جديد بيت جديد، ما فضلش ولا فتفوت. ده غزال تاني، غزال عظيم بقى ده، بيبني بيته زي قبة السرك بالظبط. هنشوف ان هو بيعمل خيوط انذار وخيوط دخول وخيوط خروج، حاجة غريبة.
شوفوا خيوط الدخول وخيوط الخروج دي مختلفة شوية عن بقية الخيوط. شوفوا الخيوط اللي فوق دي خالص، هي دي خيوط الإنذار اللي أي حركة تحصل تتهز على طول. علم، ده علم غريزي بيتولد بيه العنكبوت. شايفين خيوط الدخول والخروج اللي على المزدوجة دي اللي على الجناب؟ شوف الخط اللي فوق ده، اهو ده خط انذار، خيوط انذار اللي فوق دي اللي في القبة دي، اي حركة تحصل في الشبكة على طول يحصل تتهز خيوط الانذار ده. اي حد يعدي، اي حد يفوت، على طول يرن جرس ان في حد دخل. يعني ده نوع تاني من العنكبوت بيعمل الغزل بتاعه زي شبكة الصياد، بين رجليه الأربعة كده، ما بيبنيش عش، لا ده هي شبكته معاه ويرميها على الحشرة. شوفوا هيرميها ازاي، شوفوا يرميها ازاي على الحشرة، وبعد ما يرميها على الحشرة يبتدي يكتفها في هدوء غريب أوي. تاني هنشوف، هوب، مطرح ما يروح معاه الشبكة بتاعته، اصطاد الحشرة يبتدي يكتفها. هنشوف ازاي بيلف حواليها الخيوط خيط خيط، هيلاحظ ان هي بتتحرك. بشوف هيديها ابرة سامة بالفكين بتوعه، بس خلاص هتتخضر بعد كده ومفيش ولا حركة، خلاص يكمل بقى اللف. شوفوا الفكين دول، الفكين دول هم دول اللي بيدوا الإبرة السامة، على طول الحشرة تتخض تشل، يجي لها شلل. بعد كده يلف على مزاجه كده، حاجة غريبة صحيح. ده بقى على عنكبوت السنكوح الحرامي ده. شوف هنشوف حاجة غريبة دي، وهو داخل لمح الفرخة، فرخة الجمعية المعلقة دي. شوفوا داخل ازاي، هتشوفوا ازاي بيقطع خيوط الانذار قبل ما يخش، هتشوفوا هو بيقطعها. ادي فرخة الجمعية معلقة وهو منشن عليها، عاوز يعيش على قفا غيره ومش عاوز يصطاد. شوفوا هيقطع ايه، شوفوا قطع الخيط الانذار. هنشوف مرة تانية هو بيقطع الخيط ده، منظر غريب أوي. العنكبوت صاحب البيت هو السنايم بقى مش داري، لأن هو قطع ال جايب معاه حرامي يساعده تاني عشان يقف بعيد، لو حد دري بينا بس يبقى صفر لي عشان نطلع نجري. اتنين حرامية عظام. جميع أنواع الإجرام والسفالة بنلاقيها في حشرة العنكبوت دي، وإجرام بفن، يعني مجرم متخصص بيسلك قطع كل حاجة وبعدين هيلفعها ويطلع يجري، سلكها خالص، هوب، يقطع آخر فتلة بيقطعها وسلكها في هدوء، واقطع من الناحية التانية كمان، الف على ظهرك بقى ويبرطع. حرامي عظمة، انما غريبة ان هو يقطع خيوط الانذار الاول، يعني حاجة جيمس بوند كده يعني. خد الفرخة العظيمة وطلع يجري. بيته طبعا ما فيش داعي يبقى له بيت، يعني حاجة هلافيتي كده، لان هو راجل عايش على قفا الناس، يعني ما فيش، فهو يا دوبك البيت بتاعه خيطين ثلاثة أربعة كده، لأنه مش بيصطاد. وبعدين تلاقيه فوق بعد ما أكل الأكلة نايم كده مسلطح حاجة، يعني على
بعكس حشرة عظيمة زي النحل زي ما حكينا. حشرة اجتماعية تعاونية، تعطي وتعطي وتعطي بسخاء غريب جدا، بتدينا العسل وتدي لأسرتها العسل وللخلية كلها تصنع العسل وتصنع خبز الحياة من حبوب اللقاح. النحلات الشغالة قاعدين ينظفوا الخلايا ويغذوا الصغار ويطلعوا يسعوا في الغيطان عشان يجيبوا حبوب اللقاح ويجيبوا الرحيق، وبيعملوا الشمع، ومن الشمع بياخدوا الشمع يمضغوه ويعملوا منه الخلايا السداسية الجميلة دي. أهي بيمضغوا الشمع اللي احنا شايفينه دلوقتي، وبعد ما يمضغوه يعملوا منه البيوت السداسية الجميلة. الملكة هي اللي بطنها طويلة، هنشوفها دلوقتي، هي دي اللي في وسط، بتبيض، تيجي في كل خلية وتبيض بيضة واحدة، ولهاش شغل غير انها تبيض، لان هي لصانعة الاجيال كلها، في كل خلية تبيض بيضة، وحواليها الشغالة بيخدموا فيها وينظفوا فيها. اهي شوفوا البيضة في كل خلية في بيضة واحدة، اهي البيضة دي بعد 3 ايام بتنفس ويطلع منها يرقة، ويلزم العناية باليرقات. فكل الجيش الشغالة ده عمال يغذي اليرقات ويجيب لها ويأكلها ويكبرها ويسمنها لغاية ما تيجي وقت الشرنقة، يروح خاتم عليها، يختم الخلايا بالشمع ويقفل عليها عشان تشرنق وهي مرتاحة. فهو شوف ختم الخلايا ازاي وشمع الخلايا عشان تبتدي اليرقات تشرنق وهي مرتاحة. وبعد كم يوم بتطلع من الشرنقة حشرة كاملة اللي هي طالعة دلوقتي، بتخرق الغطاء الشمعي وبتطلع. بتطلع من الخلية السداسية وبيساعدوها كلهم انها تطلع. وعمر النحلاية شهر ونص، بتعيشهم في دأب ومثابرة وعمل ونشاط متواصل، وبعد كده تموت. مثل من أمثلة التضحية والطاعة والنظام والعطاء والسخاء، الكرم، الخير، عمل متواصل، تنظف الخلايا وتعمل. شوفوا حوالين الملكة كله في خدمة الملك. تطلع في الغيطان تسعى وتجيب حبوب اللقاح وتجيب الرحيق، ده غير الدفاع وغير التهوية، كل ده بتاع على ومن واجبات وزي ما قلنا في كل نحلاية لها سبتين تملاهم حبوب اللقاح على رجليها الخلفيتين، أقول الرجلين الخلفيتين في سبتين صفر كده مليانين حبوب لقاح. بترجع الخلية مليانة بقى، مش شايلة ومش شايلة، شوف حبوب اللقاح السبتين مليانين ازاي، اهي دي سلال اللقاح مليانة، حبوب اللقاح مليانة، ومعاها شايلة في بطنها رحيق هتصنع، تبتدي تصنع العسل وتعمل من حبوب اللقاح خبز الخلية اللي تأكل به الرقات. وفي لغة تفاهم بين النحل، النحلة بتعبر عن هذه اللغة بالرقص عشان تقول الشغالة مكان الغيط اللي فيه زهور فين، بتعمل حركات ببطنها، حركات راعشة كده. شوفوا الحركة دي، الاتجاه بتاع هذه الحركة بيشير إلى مكان الغيط اللي فيه الزهور. الحركة السريعة معناها الغيط قريب، بطيئة يعني معناها الغيط بعيد. بترسم حرف 8 بالإنجليزي، بالحركة دي ترسم حرف 8 بالإنجليزي، واتجاه الحركة العام زي ما قلنا بيشير إلى زاوية مكان الظهور بالنسبة للخلية وبالنسبة للشمس. لغة جميلة جدا بالرقص. نفس الحكاية في الزنابير، لكن أعشاش الزنابير بتتعمل من الخشب الممضوغ. الدبور يمضغ الخشب ويحوله إلى نوع من الورق زي مصنع ركتة، تمام، اللي هو الورق اللي احنا شايفينه ده، ويصنع من هذا الورق الخلايا السداسية. ودي الملكة هي اللي بتبتدي
تاخد تمضغ الخشب زي ما احنا شايفين، وبعد ما تمضغ الخشب بيصنع منه ورق وتبتدي تبني الخلايا الأولى. بعد ما تبني الخلايا الأولى تبتدي تبيض في الخلايا دي، والبيض يفقس ويطلع منه الشغالة يساعدوها، كل ما تبيض أكتر يطلع شغالة أكتر يساعدوها أكتر تكبر الخلية. فهي اللي بتبتدي تحط البذرة الأولانية، وبعدين الأبناء بيكملوا. أهو ابتدى يطلع الجيل الجديد من الفأس، وابتدى يساعد الدبور الأم أو الملكة، وابتدوا الكل يتعاونوا في بناء خلية كبيرة. شوفوا تلا النحلات دول بيتقاسموا الرحيق، شوفوا شوف بقهم في بق بعض ازاي بيقسموا، زي ما الأم والابن يقسموا البانة، ثلاث نحلات بيقسموا بينهم وبين بعض الرحيق. منظر جميل قوي في التعاون الحقيقة. ثلاث نحلات بيقسموا، كل واحدة تدي التانية. أنا النمل نفس الشيء برضو، حشرة تعاونية. ونشوف هنا لحظة الخطر، كل النمل يتعاون عشان يشيل البيض وينقله، كل نملة تشيل بيضة وتطلع تجري عشان تشيلها تخبيها في حتة بعيدة عن الخطر. برضو نمط من أنماط التعاون، ودي الملكة النملة الملكة دي، الكل النملة عمال يخدم فيها وطبطب عليها وينظفها. والنمل بيحلب نوع من الحشرات اسمه حشرة المن، اللي هي الحشرات الصغيرة الزرقاء دي. هنشوف النمل يجي يطبطب على بطن الحشرة دي ويحس عليها ويحلبها، زي شوف شايفينها ازاي بتفرز مادة سكرية يعيش النملة عليها، زي ما يكون ايه احنا بنرعى الغنم. او نشوف النملة بتحسس على الحشرة ازاي وتحلبها وتاخد المادة السكرية تعيش عليها. غريبة قوي نمل. يعني الحقيقة اللي شفناه أنماط سلوكية غريبة أو طبائع مختلفة، يكاد الإنسان يحس منها بأن في نفوس متفاوتة، نفوس شريرة ونفوس خيرة. قال أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. أمم أمثلنا، في نوع من المثلية بيننا وبين هذه الأمم. وبعدين الغريبة أنه هذه الأمم ستحشر، شيء غريب. الواحد يتساءل ماذا يكون الحال يوم القيامة؟ هل تتبدل الهيئات وتبدو النفوس على ما هي عليه؟ في إشارات قرآنية في الموضوع ده، يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، معناها في نوع من تبديل الهيئة، يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. أو مثلا ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، أو عن الكافر ربنا سبحانه وتعالى يقول سنسمه على الخرطوم، يعني يبقى في علامة على مناخيره تدل على كفره. كل ده برضو نوع من تبديل الهيئة. طيب ماذا يكون من أمر هذه النفوس الحشرية المؤمنة والعالمة؟ ماذا يكون من أمر هدهد بيتكلم في المعرفة الإلهية كما لو كان معاه دكتوراه أو شهادة العالمية؟ أو ماذا يكون من أمر نملة بتتعرف على النبي سليمان وتعرف اسمه؟ هل تتبدل هيئتها هي الأخرى وتظهر حقيقتها على ما هي عليه؟ لأن هي ما هياش بالمعنى المهين التافه الحقير اللي بنشوفها عليه. ده يعني ده نفس عارفة. ثم الحشر ده هيكون إلى حساب، وما هدفه وكيف يكون حساب للدواب والحشرات؟ في الواقع أسئلة ولا جواب ولا أحد يعلم، ولكن المؤكد أن هناك أسرار، وأن ما نراه من الحشرات ليس كل حقيقتها، وأن ما خفي عنا بشأنها أعظم، وأن هناك أسرار محجوبة لا شك في يوم هتظهر فيه. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى يصف يوم الحشر ويوم القيامة بأوصاف غريبة. يوما يجعل الولدان شيبا،
يشيب منه الولدان، ويوصف بأسماء رهيبة. يوم التغابن، يعني كل واحد يشعر أنه ظلم نفسه وغبن نفسه يقول يا ريتني ما عملت يا ريتني عملت. ويوم الحسرة، ويوم الفزع، ويوم الجمع، ويوم الحاقة، ويوم الواقعة والقارعة والصاخة. ويصف بأنها تلك الواقعة رافعة وخافضة. يوم يتمنى المجرم الموت ولا يجده ولا يقدر عليه، ويتمنى الكافر لو كان تراب. ذلك يوم الجمع، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. والعارفين بيقولوا عنه إنه هو يوم تنهتك الحجب وتذهل القلوب وتذهل العقول، ويكتشف العالم أنه جاهل. طبعا إذا كانت نملة جواها كل هذه المعرفة الإلهية وجواها كل هذا العلم وكل هذه الحكمة، يبقى إذن إحنا ما بنعرفش عنها حاجة. واللي ما يبدو من ظاهر هذه النملة، أو ما يبدو من ظاهر هذه النحلة، أو ما يبدو من ظاهر هذا العنكبوت، جزء صغير جدا من حقيقة محجوبة. وما دام هذه الحشرات لها يوم تبعث هي الأخرى وتحشر، فالأمر فيه أسرار خطيرة جدا. ربنا ينجينا وينجيكم من هذا اليوم، وإلى حلقة قادمة بإذن الله.